بدأ أن الميرزا محمد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، المولود في سنة 1230 للهجرة، كان يتميز بذكاء خارق وحافظة غير اعتيادية، حتى أنه قيل وهو في سن 4 سنوات ونصف حفظ الحروف والخطوط وما شابه ذلك، وفي سن 6 بدأ بدراسة العلوم الدينية. يعني واحد مثل في أول ابتدائي أنت توديه وإذا به يبدأ بدراسة العلوم الدينية، وكان قوي الحافظة بحيث كان المدرس مثلا ربما يعلمهم بعض الكلمات أو سطر واحد هو يحفظ 2 صفحات و3 صفحات ويأتي في اليوم الثاني وقد حفظ هذا المقدار اللي يفترض أن يأخذه خلال 10 أيام. فتوجه والده إلى أن هذا الرجل، أن ابنه هذا محمد حسن عنده ذكاء استثنائي، عنده حافظة غير اعتيادية، فوجهه إلى طلب العلم وبدأ بالدروس الدينية منذ ذلك الوقت، بحيث ينقلون في أحواله أنه لما درس في شيراز مسقط رأسه درس اللمعة الدمشقية وعمره لم يصل إلى 15. اللمعة الدمشقية أهل العلم يعرفون أن هذا الكتاب من الكتب الاستدلالية الفقهية، ولو استدلال غير مفصل ولكن كتاب فيه صعوبة ويحتوي على المسائل الفقهية بطريقة استدلالية مبرهنة. عادة إذا واحد يروح مثلا إلى الدراسة الدينية وعمره 16 سنة 15 سنة، الغالب أنه يدرس اللمعة بعد سن الـ22، وهناك هم يحتاج إليه إلى فترة حتى يعني يهضم هذه الدروس العالية بشكل جيد. لكن هذا الشاب في ذلك الوقت كانت دراسته كما يقولون أيضا بشكل آخر، يعني قبل أن يبحث المدرس المسألة، افترض يوم غد أول كتاب الصلاة، هو يذهب ويقرأ المسألة صفحة صفحتين من أول الكتاب ويكتب حواشيه وتعليقاته ومناقشاته. يعني واحد إلى الآن ما تعلم المسألة بس مع ذلك يفهمها ويكتب بعض الاستدلالات، بعض الملاحظات، بعض المناقشات. يجي المدرس يدرس يشوف هذا مو بس فاهم المسألة وإنما عنده مناقشات واستدراكات عليها وملاحظات. فتكررت هالمسألة مرارا مع مدرسه، بعدين قال له عندك أنت شيء تكتبه؟ قال لي في عندي دفتر أنا أكتب فيه. فلما قرأ الدفتر الذي كتب فيه تعليقاته وملاحظاته ومناقشاته لكل المسائل، قال له يا فلان أنت مو مكانك هنا، لا تقعد عندي تدرس، اذهب إلى إصفهان، أنت هنا أنا ما رح تقدر تحصل على فائدة وإنما تحتاج إلى مستوى أعلى من التدريس. حاضرة العلم في ذلك الوقت في إيران كانت إصفهان، إصفهان هي العاصمة من الناحية الرسمية ومركز علمي متطور من الناحية الحوزوية، مركز للعلماء والمجتهدين، فأنت روح إلى هناك حتى تحصل العلم على كبار العلماء. وبالفعل ذهب، بقي في إصفهان مدة، درس على سيد حسن المدرس الكبير على الله مقامه، وعلى الشيخ الإصفهاني شيخ محمد تقي صاحب حاشية المسترشدين. وهؤلاء اللي كان عندهم علم كبير نما على يدهم نموا جيدا، إلى أن راح إلى النجف كان ناضجا، بحيث لما شارك في عدد من
دروس العلمية شاف أن هذه الدروس مو المستوى اللي يطمح إليه. ذكرنا في ليلة ماضية كيف أن شيخ الأنصاري على الله مقامه لما شاف نباهته وقوته ذهب إليه وبدأ يناقشه في مسائل، أبين إلى أن هنا في النجف في هذه الدروس أكو هناك مستويات علمية راقية، لكن الدرس العام لا يمكن أن يتحدث فيه إلا بحسب قدرات المتوسطين من الطلبة. فبقي في النجف، أخذ العلم على يد الشيخ علي كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، وأخيراً لازم بحث الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، واختص به واعتبر من أفضل تلامذته والملتصقين به. استفاد شيء كثير من علوم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه. لما توفي الشيخ مرتضى الأنصاري في سنة 1281 هجرية، العلماء من تلامذته، أعيان وأركان تلامذته وثقاته اجتمعوا، من يكون الآن بعد الشيخ الأنصاري في مرجعية الطائفة؟ فقر قرارهم على الميرزا سيد محمد حسن الشيرازي، وقال له لا أنت المتعين ما غيرك. فقال لهم يا جماعة أنا لم أتعرض لهذا الأمر أصلا، مو في هذا الصدد، ولذلك إلى الآن ما عندي حاشية على إحدى الرسائل، ما عندي رسالة عملية، يعني ما متهيئ لموضوع المرجعية. وثانيا فلان، وأشار إلى واحد منهم وهو الشيخ حسن نجم آبادي، قال هذا مستحضر للمسائل، الآن تسأله أي مسألة من المسائل الشرعية عنده جواب حاضر، أنا مو هالشكل. طيب، فأجابه ذلك الذي أشار عليه شيخ نجم آبادي، قال سيدنا سالفة التهيؤ للمرجعية ما يحتاج إليها شغل كثير، الآن هالفترة هذه تكتب حاشيتك على إحدى الرسائل العملية وخلاص، هذا واحد. وأما أنه مستحضر مسائل وما مستحضرها، فالمرجعية ما تحتاج إلى مسائل شرعية واحد يكون حافظها، تحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى إدارة للأمور. أنت قائد للطائفة ومرجع للشيعة، ما تحتاج إلى المسألة الشرعية حفظها مثل ما تحتاج إلى الحكمة والدراية وإدارة الأمور وقيادة الطائفة بشكل جيد. وماكو واحد من الحاضرين مثلك في الحكمة والدراية وإدارة الأمور. القضية تحتاج إليها إلى فهم سياسي، تحتاج إليها إلى خبرة قيادية، تحتاج إليها إلى شخصية مديرة ومدبرة، وهذا ماكو في الحاضرين واحد فيها الصفات يمتلك ما تمتلكه أنت. أما سالفة مستحضر للمسائل، أي واحد حتى لو خطيب يقعد يتحفظ في الرسالة العملية بيعرف هالمسائل، بس مو هذا هو المطلوب للمرجعية. وبالفعل هذا الكلام كان صحيحا، يعني أنت تلاحظ أنه إذا مدير شركة فيها 200 شخص تحتاج إلى مدير حكيم مدبر قادر على معالجة الأزمات مخطط، فكيف إذا واحد يقود مرجعية أمة بالملايين يتبعون رأيه ويصدرون عنه؟ طيب، فوقع الاختيار على الميرزا الشيرازي ولم يعدوه، وبالفعل كان في محلها. فبقي الميرزا الشيرازي مدة في النجف حوالي 8 سنوات بعد مرجعيته إلى 10 سنوات، ثم بعد ذلك عزم على زيارة الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، ورزقنا الله وإياكم زيارتهما.